أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المشهد، تأتيكم عبر قناة المغربية في لندن. سنخصص الحديث فيها عن الأجواء التي يتم فيها الاستعداد للانتخابات الرئاسية في تونس. في هذه الأجواء وقبل أيام طلب عدد من المترشحين للرئاسة طلبوا الجيش التونسي بضمان عدم التلاعب بصناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية المزمع تنفيذها أو تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل. وندد 11 مرشحا بما سموه المضايقات التعسفية والأمنية التي طالت العديد من النشطاء المنخرطين في حملات تجميع التزكيات، بلغت حد اعتقال العديد من المنسقين بل وافتكاك التزكيات. وحمل البيان وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن مسؤولية هذا الخروج عن الحياد، وطلبوهم بالإفراج عن الموقوفين وإرجاع ما حجز من تزكيات، وانتقدوا حرمان أغلب المترشحين للانتخابات من حقهم في الحصول على بطاقة السوابق العدلية المعروفة بالبطاقة عدد 3 في تونس، كما انتقدوا توظيف أجهزة الدولة في العملية الانتخابية. فهل يمكن أن تجري انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في هذا الجو الموصوف بالمشحون؟ وكيف يمكن توفير فرص متكافئة للمتنافسين؟ ولماذا لن نشهد اهتماما شعبيا وإعلاميا بالحملة الانتخابية؟ إذن مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ومحاولة فهم ما الذي يجري، بل الأجواء التي تجري، وإجابة على سؤال حلقتنا هل تساعد الأجواء السياسية على تنافس النزيه للرئاسيات في تونس، أسعد بأن يكون ضيفي بداية من تونس الكاتب الصحفي ومدير موقع الرأي الجديد الأستاذ صالح عطية. مرحبا بك أستاذ صالح، شكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة. لو أردنا أن تقدم لنا صورة، وللمشاهدين طبعا صورة، عن الأجواء التي يتم فيها الاستعداد للانتخابات الرئاسية، ما هي الصورة هناك في تونس أستاذ صالح؟ بداية تحية ليك أستاذ سمير وإلى مشاهديك الكرام في كل مكان وضيوفك أيضا. مرحبا. أنا أعتقد أنه قد يكون في 10 أو 12 عام الماضية منذ ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي في تونس لم نشهد انتخابات باردة بكل معنى الكلمة مثل ما تشهد هذه الانتخابات في هذه الظرفية. ففي مستوى الاهتمام الشعبي هنالك برود تام ونوع من العزوف حتى عن متابعة أخبار الانتخابات وأخبار المرشحين ومن سيترشح ومن لا يترشح ومن سيقبل ولن يقبل إلى آخره، ولا يقبل عفوا. وهنالك أيضا نوع من العزوف حتى عن المتابعات الصحفية والإعلامية، نعيك أنه نحن نستعد لانتخابات في 6 أكتوبر، وبالتالي يفترض يعني ما يفصلنا تقريبا شهران أو تقريبا يعني ونيف، ويفترض أنه هنالك إذاعات وتلفزات كما كانت العادة في الانتخابات السابقة، 6 و7 مواعيد انتخابية بين برلمانية ورئاسية وبلدية في المرحلة السابقة. يعني كانت هذه البلاتوات على الإذاعات والتلفزات يعني تفصل عملية الانتخابات وتستدعي المعنيين بالأمر إلى آخره. يعني نحن في هذه المرحلة الآن العديد من الإذاعات الخاصة يعني أخذت عطلتها الصيفية في البلاتوات وفي معناها البرامج الحوارية المتعلقة بالسياسة وما إلى هنالك، وستعود طبعا في نهاية سبتمبر بداية أكتوبر أو في المنتصف الثاني لشهر سبتمبر. هذا يعني حتى الإعلام نفسه لم يعد معنيا بشكل واضح
بهذه الانتخابات ويعني لا يقدم ما ينبغي تقديمه في وضعيات مثل الانتخابات الرئاسية، خاصة وهنا مفارقة غريبة أن الجميع يعتبر أن هذه الانتخابات مهمة للغاية على الرغم من كل ما يقال حولها من كون الدستور لم يكن يعني دستورا تشاركيا وفيه انقلاب في البلد إلى آخره، لكن في العموم الجميع يتطلع إلى ما بعد هذه الانتخابات. نعم. بين أطراف تتحدث عن انتخابات ربما تؤدي إلى نهاية عهد الرئيس قيس سعيد، وأطراف أخرى تقول ستتجدد العهدة له، وأطراف أخرى تريد تغييرا وبديلا إلى آخره، هنالك جدل حول هذا الموضوع، لكن رغم ذلك الإعلام يهجر هذه الانتخابات، وعندما تفتح التلفزات والإذاعات التونسية بالكاد تجد برنامجا أو اثنين يهتمان بهذا الموضوع. هذا دليل واضح على عزوف الناس بما في ذلك الإعلاميين والأوساط الاجتماعية حول هذا الموضوع. لأسباب عدم الاهتمام أو العزوف كما سميته الشعبي والإعلامي، أنت كان عندك مقال أمس في الجزيرة نت بعنوان أمل في التغيير وشكوك حول النزاهة بمناسبة طبعا الانتخابات الرئاسية، فهل هناك فعلا أمل في التغيير عبر هذه الانتخابات؟ هو سؤال كبير الحقيقة، يعني هو الأمل شيء معناه محبذ، ولكن الأمل لا يعني الواقع في نهاية الأمر، لكن حسب القراءات والسيناريوهات الموجودة وبعض المعطيات المتوفرة يعني ربما على خلاف ما بدأت به مقدمتك أستاذ سمير من أنه البعض طلب الجيش بالحياد وبالتدخل لعدم تزييف الانتخابات إلى آخره، أنا لدي معلومات موثوقة بأن المؤسسة العسكرية لن تتدخل في هذا الموضوع وستجعل من هذه الانتخاب يعني ستجعل هذه الانتخابات تسير كما كل الانتخابات، لن تتدخل لمصلحة هذا الطرف أو ذاك، وهي حريصة على أن تنهي الانتخابات بسجل معناها موضوعي وواقعي وحسب ما تفرضه الانتخابات نفسها والصندوق نفسه، يعني هذه معلومة دقيقة يعني نأكد عليها. بالتالي لكن المخاوف من تدخل المؤسسة العسكرية أنا لست أدري من أين جاءت بالنسبة لبعض الأطراف السياسية، المخاوف حقيقة هي من هيئة الانتخابات، هذه الهيئة التي ينتقدها الجميع الآن لأنها لم تعد مستقلة، ولأن الشروط كما قالت منظمة عتيد وكما قالت منظمة أنا يقظ في بيانهما الأخيرين تحدث عن أن هذه الهيئة فرضت شروطا غير موجودة لا في اللوائح القديمة للهيئة اللي أجريت بها انتخابات 6 و7 مواعيد انتخابية، ولا أيضا في الدستور الحالي ولا في القانون الانتخابي، مثل بطاقة عدد 3 والشرط الملازم لها على أن تكون هذه البطاقة هي نفسها، قبل ذلك كانت وصل فقط يمكن أن يغني عن بقية عن البطاقة في حد ذاتها، يعني هذا ربما من الأشياء البسيطة يعني المحدودة، لكن فما شروط أخرى كثيرة اتخذتها الهيئة نظر إليها من طرف عديد المرشحين والأحزاب وبعض المنظمات المتابعة للعملية الانتخابية على أنها شروط ليست من شروط من المفروض يعني ألا تكون في هيئة مستقلة، ويتهمونها طبعا بالانصياع إلى السلطة التنفيذية، يتهمونها أيضا بأنها ذابت في السلطة التنفيذية وبأنه لا إرادة لها طالما أنها غير مستقلة وغير منتخبة، هذا رأي عديد الأطراف في تونس حول الهيئة. إذا المشكل ليس في المؤسسة العسكرية في تقديري وليس في حتى في المؤسسة الأمنية، المشكل في مكونات العملية الانتخابية في حد ذاتها، مراكز الاقتراع كيف ستكون لا علم لنا بذلك، عملية هذه التزكيات الشعبية كيف ستنتهي لا علم لنا بذلك، هنالك أخبار تتحدث عن أنه بعض المسؤولين عن التزكيات مثلا على سبيل المثال يعني لم يعثر عليهم وأغلقت هواتفهم رغم أنهم يمركزون كل التزكيات عندهم بالنسبة لبعض المرشحين، هذه تساؤلات كبيرة مطروحة الآن على الهيئة بالعكس من ذلك تماما أن تخرج لكي توضح للناس موقفها الحقيقي من هذا الموضوع. إلى حد الآن الهيئة تقوم بشبه عمل إداري، حتى بطاقة رقم 3 صرحت أول أمس أحد الأعضاء فيها قال أن وزارة الداخلية ستعطي بطاقة عدد 3 ولكن المرشحون ما زالوا إلى الآن لا يتمتعون بهذه البطاقة رغم أنهم طلبوا بها منذ فترة بعيدة يعني منذ بداية الانتخابات أو الحملة أو هذه يعني محيط الانتخابات والمكونات العامة للانتخابات.
ابقى معي استاذ صالح، مشكورا. ارحب الان بضمام كذلك الاستاذ نجيب مراد، عضو المجلس الوطني التاسيسي. مرحبا بك استاذ نجيب، شكرا لقبول الدعوه والمشاركه. وكذلك ارحب عبر الهاتف من تونس بالناشط النقابي والسياسي الاستاذ احمد الكحلاوي. مرحبا بك استاذ احمد، وشكرا لقبول الدعوه والمشاركه معنا. نجيب مراد، فيما يتعلق اذا بهذه الاجواء، مهم جدا ان نضع المشاهد خاصه غير التونسي في الاجواء التي يتم فيها الاستعداد الانتخابات الرئاسية. الأستاذ صالح كان يتحدث ويقول أنه ليس هناك استعداد، وكان ليس هناك شيء اسمه انتخابات رئاسية. وبالنسبة إليه ولشهادته أنه منذ سنوات لم يشهد مثل هذا الجو من البرود تجاه الانتخابات. بالنسبة إليه كيف ترى هذا الجو؟ هل فعلا ليس هناك اهتمام أصلا بهذا الموعد؟ شكرا لك يا أستاذ سليم، تحية لك ولمشاهدي قناة المغاربية. فعلا حرارة الطقس كبيرة اليوم في تونس وفي كل هذه وخلال المدة الأخيرة، ولكن حرارة الطقس هذه لا تقابلها حرارة سياسية، يعني أقصد على مستوى الفعل السياسي وعلى مستوى الحماسة بالنسبة للجماهير لهذه الانتخابات الرئاسية. في السابق كنا نرى مقرات الأحزاب معناتها كخليات نحل، معناتها وهناك إقبال من المنخرطين ومتابعة الأخبار، ولكن في الوقت الحاضر هناك معناتها يعني كما قلت طقس حار جدا، ولكن بالنسبة للسياسة يكاد يكون هناك صقيع وجو بارد، وليس هناك اهتمام. حتى المقاهي المعروفة أنها هي مكان معناتها الحوار والنقاش بالنسبة لعامة الناس، ليس هناك حوارات. اهتمام الناس منصب على مشاغلها اليومية، على المعيشة، على معناتها الحصول على الغذاء، على المواد الغذائية. وهناك ناس منصرف الآن إلى الشواطئ وإلى معناتها الاصطياف. فبالتالي في الوقت الحاضر قبل شهرين من موعد هذه الانتخابات ليس هناك اهتمام، وأعتقد أن هذا مؤشر سلبي بالنسبة للإقبال على هذه الانتخابات. قد يكون ربما يقبل تغيير خلال الأسابيع القادمة، ولكن في ظني أنه معناتها نسبة المشاركة ستكون ضعيفة، خاصة مع تواتر الأخبار حول إيقافات المترشحين ودعوتهم للفرق الاقتصادية وإلى التحقيق وإلى آخره. فهذا ربما يتسبب في أن الناس تفقد الأمل في أنها تكون انتخابات تعددية وشفافة ونزيهة. هذا المؤشر معناته اللي واضح في الوقت الحاضر. طيب خلينا ناخذ رأي أستاذ أحمد الكحلاوي فيما يتعلق دائما بهذه الأجواء التي يتم فيها الاستعداد للانتخابات. ما هو تفسير عدم الاهتمام أستاذ أحمد؟ هل أن الموعد مازال يعني بعيد؟ هل أن الطقس مؤثر في الناس والعطلة الصيفية؟ أم أنه فعلا الناس غير مهتمة بالسياسة أصلا؟ لا، أنا ما نوافقش على الكلام اللي كنت نسمع فيه هذا. نعم. والدليل على هذا هو هذا الازدحام في مجال التزكيات. يعني في كل أنحاء القطر التونسي يعني هناك تزاحم على المشاركة في مسألة التزكيات، وهذا مؤشر مهم ومهم جدا. وهذا يعطينا الفكرة عكس ما يقال الآن من تشكيك ومن يعني كل هذه الأمور التي نعرفها، يعني متعودين بنوع من الصراعات التي لا تبني بل تذهب إلى يعني نشر، كان الإحباط وكان ما ثم حتى شيء، إما هو وأنا ما ثم حتى شيء، ما ناس هكا تتصرف. ولا أرى فائدة وطنية للتوانسة في مثل هذه التصرفات. الانتخابات سوف تتم والتونسيون سوف يشاركون والأعداد سوف تكون كثيرة، عكس ما يعني يمكن وقع في انتخابات أخرى. هذه انتخابات رئاسية، ورينا التوانسة في الانتخابات الرئاسية الماضية كيف يعني تجندوا بأعداد كبيرة وكبيرة جدا، والنسبة نتاع المشاركات كانت نسبة عالية وعالية جدا. إذن من أحسن لنا كتوانسة أن نهبطوا شوية الأمور
ونخليه نستخدم. طبعا ننقضوا ونقدموا ملاحظاتنا ونشير إلى يمكن نقاط ضعف إلى آخره، ولكن لا 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 سبيل إلى بداية التشكيك، لأن ألا يبدأ بالتشكيك شنو البرنامج نتاعه. عادتنا تعرف من نتائج الانتخابات هذا استعملوا بعدين على أساس يعني أنه الله أعلم شنو باش يستعملوا فيما بعد. إذا من فضلكم خليوا الشعب التونسي يشارك الانتخابات وينجح الانتخابات، ويلزمنا ندعيوا الشعب التونسي كلنا مهما كانت يعني انتماءاتنا، وكلنا يلزمنا ننجحوا الانتخابات، لان نجاح الانتخابات هو نجاح لتونس وهو خدمه للوطن وهو تعبير عن حب الوطن. طيب ابقى معي استاذ احمد. استاذ صالح، اذا هناك انخراط في عمليه التزكيه، وهناك اقبال تنافس حتى سيد احمد يقول على مساله التزكيات وجمع هذه التزكيات، وبرايي هذا دليل على الاهتمام الشعب بذلك. هل يكفي هذا فعلا دليلا على ان هناك اهتمام بهذا الموعد الانتخابي؟ يعني شوف، هي معناها ما نحبش ادخل في جدل المباشر مع سيد احمد الكحلاوي اللي نحييه بالمناسبه وهو صديق عزيز، ولكن أنا أوصف الحالة كإعلامي، قد يكون هو رجل سياسة ورجل عنده علاقة بالسياسيين يشوف في مشهد آخر أنا مانيش نشوف فيه الحقيقة. لكن عندما نتجول في المواقع على الأقل المتعود عليها، مثلا العاصمة على سبيل المثال، العاصمة فيها 4 أو 5 محافظات، عندما تتجول في تونس العاصمة في أريانا في منوبة في بن عروس على سبيل المثال، أنا أطرح هذا مثال، في صفاقس في سوسة، أنا يوم كذا أيام التالي كنت في سوسة، لم أشهد على وجه الإطلاق ما يشير إلى وجود انتخابات على وجه الإطلاق. لم أشهد هذه الازدحام الذي تحدث عنه سيد أحمد الكحلاوي، ربما هو شاف ورأاه في مناطق أخرى لم أرها أنا، هذا قد يكون وارد جدا. ونحب نقول سيد أحمد، يعني لا أحد يمكن أن يزايد علينا حبنا لبلادنا، رأوا هذا، أنت تحب بلادك بلادنا سيد أحمد، نحن نحبها رأوا. وعندما ننتقد بعض الأوضاع ليس معنى ذلك أننا نشكك في البلاد ولا نشكك في مسارات انتخابية، هذا باش ما ندخلوش في هذه الدوامة التي لا تفيد شيئا في النقاش. يعني كل الناس تعرف من هو سيد أحمد الكحلاوي، وتعرف من هو صالح عطية، وربما حتى نجيب مراد. معناها القضية أنا كصحفي أعلق كصحفي هنا وكإعلامي متابع لما يجري في تقديري، لسنا أمام انتخابات حية. قد يكون أنه هذا ما زلنا ما دخلناش في الحملة الانتخابية، ملاحظة مهمة نحطوها في الاعتبار، لكن الآن ما زلنا في طور الاعتبار التسكيات وما إلى هنالك. وفي المستوى الإعلامي أنا أقول سيد أحمد، أعطيني تراها الإذاعات التونسية الآن تطرح مشكلة الانتخابات، تناقش قضية الانتخابات، ثم حملة ما زالت ما انطلقتش. نعم سننتظر الحملة، هل ممكن مع الحملة الانتخابية نلاحظ المرشحين وما إلى هنالك؟ فضلا عن هذا أستاذ سمير، لابد أن نشير أيضا مثل ما حصل في الانتخابات السابقة، لكن هذه المرة هذه بكثافة أكثر، رأوا أسماء المرشحين اليوم ليسوا من أسماء الطبقة السياسية المعروفة، نختلف معها ولا ما نختلفوش معها، نقيمها سلبيا أو نقيمها إيجابيا هذا شيء، ولكن في المستوى العملي الأسماء المرشحة الآن، يعني البعض يتندر بها الآن في الفيسبوك في وسائل التواصل الاجتماعي، هذا عون معناها عون عامل يومي، وهذا مش عارف يعني ما عنده حتى علاقة بالسياسة وما عنده حتى علاقة بالعمل العام وبالشأن العام. سيد أحمد الكحلاوي رجل سياسة، رجل نقابي، رجل متاع منظمات ودار اشتر العالم، ويعرف هذا جيد وهو مناضل. فما انتخابات يمكن أن يترشح لها ناس بهذا الحجم وبهذه الكيفية؟ في المقابل نجد الأطراف التي يمكن أن تكون منافسة للرئيس قيس سعيد أسماء كثيرة تواجه يعني في هذه الظرفية بالذات معناها مشاكل قضائية ومشاكل صراعية. تسمع فيه؟ أي نعم نعم أسمع. طبعا في التحليل السياسي، يعني عندما تتابع انتخابات في تونس ولا في غير تونس، وقت يجيوا مرشحين يفترض أنهم محتملين على الأقل من حيث الجدية لمنافسة معناها رئيس الجمهورية، يفترض أن تجد على الأقل هؤلاء في منأى من المتابعات القضائية، مش جاي الآن تجبد لهم الملفات القضائية الكل ويحالون على المحاكم ويصدروا بعض القرارات القضائية إلى آخره. هو نعم. هو في حتى أكثر من ذلك، لأنه البيان الذي تحدث عن أو طالب
الجيش بضمان عدم التلاعب، هذه عبارة البيان، عدم التلاعب بالانتخابات، تحدث على مضايقات أمنية حتى لمن يجمع في التزكيات، قال أن هناك مضايقات تعسفية، هناك هرسلة أمنية، طالت عديد من المنخرطين في جمع التبرعات، بل حد الاعتقال كذلك لبعضهم. يتحدث البيان على حرمان أغلب المترشحين من البطاقة عدد الثلاثة اللي صارت مطلوبة الآن في ملف الترشح، وبالتالي يتحدث كذلك البيان أستاذ صالح على توظيف أجهزة الدولة لصالح المترشح الحالي للدولة، المترشح الرئيس الحالي للدولة سيد قيس سعيد، توظيف أجهزة الدولة لصالحه. كل هذه النقاط بالأساس لا يتصور يعني متابع على الأقل وشخص مهتم بالإعلام أنها جاءت من أستاذ نجيب مراد. يعني هذه الملاحظات التي وردت في مثل هذا البيان أكيد أنها مؤسسة على وقائع وعلى حيثيات وعلى أدلة، وخصوصا أن كثير من المترشحين الآن لما تأخذ صافي سعيد، لما تأخذ عبد اللطيف المكي، لما تأخذ منير الدائمي وما شابه، هؤلاء ليسوا ناس مجهولين، معروفين ويمارسون في السياسة على الأقل منذ 12 سنة. فلماذا يقع شبه دعنا نقول العودة إلى سلوكيات قديمة كانت مع نظام بن علي على سبيل المثال، نراها تعود الآن؟ ما الغاية من ذلك؟ ألا تشوه هذه السلوكيات سير العملية الانتخابية وشفافية الحملة الانتخابية وتكافؤ الفرص بالنسبة للمترشحين؟ ما يمكن تأكيده هو أنه ليس هناك تكافؤ للفرص، والمضايقات الحالية تمس خاصة الأشخاص والأسماء اللي تعتبر جدية ومنافسة جدية معناتها للرئيس قيس سعيد. هذا هو الملاحظ، معناتها يعني الاستدعاء إلى الفرقة الاقتصادية أو الفرقة مقاومة الإجرام أو التضييق في محص التنقل أو في التضييق على تجميع التزكية. أنا نقول لك معناتها من واقع المعاش أن هناك العديد من المترشحين معناتها وكأنهم يجمعون التزكيات خفية وكانوا تنظيم سري، معناتها في حين أن في السابق في الانتخابات السابقة كانت المسألة علنية وربما الناس فرحانة وكان المهرجان مهرجانات في الأسواق وفي المقاهي وفي مقرات الأحزاب وفي الشوارع. الآن وكأن العملية تم بطريقة سرية خشية أن تطالهم أعين البوليس ويتعرضون معناتها لما لا يحمد عقباه، خاصة أنه ملاحظ أنه مئات المدونين معناتها تم تتبعهم، البعض منهم موقوف، البعض منهم تم معناتها الحكم عليه بأحكام سجنية، وتم الرجوع حتى إلى تدوينات ترجع إلى سنة 2017 و2018 وغيره. وهذا شيء مؤسف حقا بعد ثورة اللي الشعار الرئيسي متاعها هي الحرية والكرامة، أن تحصل مثل هذه الأشياء وخاصة قبل انتخابات هذه بأسابيع. أعتقد أنه هذا من شأنه أنه يخلي الناس تنكمش على نفسها ولا تشارك في هذه الانتخابات، وربما معناتها خاصة المترشحين الجديين بسبب هذه التضييقات. وربما نتوقع وخاصة بعد البيان الأخير اللي هو معناته وكأنه دقة ناقوس الخطر، ربما تقع انسحابات في آخر لحظة باعتبار أنه الشروط الحقيقية الضرورية لانتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية غير متوفرة. معناته الجو العام قاتم، معناته كئيب، وهذا لا يشجع على أنه الناس تهتم بهذه الانتخابات. وبالعكس ربما يظن البعض أنه معناته الذهاب للانتخابات قد تترتب عليه، خاصة أن نتذكر أن سنة 89 انتخابات 1989 عندما كانت هناك قائمة مستقلة، تقريبا أغلب الناس الذين قاموا بتزكية القائمات المستقلة معناتها تم تتبعهم في الحملة التي حصلت في بداية التسعينات معناتها ضد معناتها الحركة الإسلامية، وهذا قد يرجع للذاكرة الناس الأجواء هذيك ومعناتها ويخافوا، وبالتالي اللي ما يزكيش ما يزكيش ولا ما يمشيش انتخابات ما يمشيش. أستاذ أحمد الكحلاوي، من المسؤول عن هذه التجاوزات الموثقة طبعا، لأن المترشحون لأن
المرشحين يتحدثون عن تجاوزات موثقة وشكايات تقدموا بها، كما قلت هناك مضايقات أمنية، طارت المنخرطين في حملة جمع التزكيات، اعتقال حتى البعض منهم وما شابه. من المسؤول عن هذه التجاوزات أستاذ أحمد؟ المسؤول عن هذه التجاوزات هو هذا المشهد العام الذي يعني يعيش حالة متاع توتر، وأول مظهر من مظاهر التوتر هو أنك قدام الساعة الواحدة في تونس، الساعة الواحدة حتى الستة ولا الستة ونص ما عادش تلقى بشر في الشارع، الناس الكل شادة ديارها وإلا هاربة بدل الحرب. نعم. يعني نقصد الأول مسؤول على هذا هو مع الأسف الشديد هذا أستاذ هالشهرين هزمة التعارض وصعب على الناس وصعب على أن باش نلقاو برشا ناس في الشارع، هو نلقاو برشا ناس في الشارع أما الصباح بكري بعد العشرة انتهى الأمر. يعني نقصد أن الناس أولا يعني خلينا نقولوا الطقس أحرمها من أنها تكون موجودة بكثافة في شوارع الوطن. نعم. ولكن هذا قد يعني مسألة بسيطة هذه ثم يعني المترشحين، ثم مترشحين عيب أن الناس يقبلوا ترشحهم، معقول يعني ثم أسماء ما نحبش نذكر حتى اسم، ولكن ثم أسماء يعني عار على علينا في تونس. ثم بالنسبة للتجاوزات يمكن أن توجد تجاوزات، ومن حق من يعني يتعرض إلى كل ما هو تجاوزات أن يحتج وأن يقول لا وأن يطالب بالتصحيح إلى آخره. يا أخي هذه انتخابات عامة نتاع رئاسة الدولة، وبالتالي تلقى فيها كل شيء، وكل شيء نقصد فيه أن تلقى فيه الغاضب وتلقى فيه القابض وتلقى فيه الفرحان، تلقى فيه كل شيء. هذا هو مجتمعنا، ومجتمعنا كما كل المجتمعات. هذه انتخابات رئاسية سنرى كما رأينا في السابق، نرى كل شيء خلال هذه الانتخابات، ولكن المهم أن تتم الانتخابات وأن يشارك الشعب وأن نقبل بنتائج هذه الانتخابات. أستاذ صالح عطية، برأيك مما طالب به هؤلاء المترشحون هو عدم توظيف أجهزة الدولة لخدمة الرئيس الحالي، وكأن هناك حملة سابقة لأوانها يقوم بها الرئيس قيس سعيد في التعاطي مع أزمات كثيرة صحية وغذائية والماء وما شابه، فهم ينددون بعملية توظيف بعض يعني أجهزة الدولة ويطالبون بتحييد الإدارة، هذا نص كلامهم، تحييد الإدارة ومنع استعمال مؤسسات الدولة بصفة عامة. هل هناك فعلا ما يدعو إلى هذا التخوف من توظيف أجهزة الدولة لصالح مرشح على حساب مرشحين آخرين؟ يعني أنا اعتقادي أنه معناها هذا مطلب مشروع، أن يقع الفصل بين الرئاسة من جهة وبين يعني الترشح للانتخابات. والسيد محمد عبو صالح عطية، نعم أنا أسمعك أستاذ سمير، تسمعني الآن؟ نعم. نعود أفضل. نعم أي نعم. قلت أنه الحقيقة يعني الكثير طلبوا رئيس الجمهورية خاصة بأن يعني يفوض بعض صلاحياته إلى رئيس الحكومة ريثما تتم الانتخابات، حتى لا يقع الخلط بين رئيس الجمهورية وبين المرشح لرئاسة الجمهورية في شخص السيد قيس سعيد. طبعا على رأس الذين طالبوا بهذا الأستاذ محمد عبو، الذي كان قد أشار ونصح رئيس الجمهورية باستخدام الفصل 80 للقيام بما قام به يوم 25 جويلية، وإثر ذلك كل الإجراءات الاستثنائية في 21 سبتمبر 2021. نفس الشخص الآن يطالب رئيس الجمهورية بتفويض هذه الصلاحيات إلى رئيس الحكومة. يعني هذا مطلب ديمقراطي في الحقيقة، ومطلب منطقي إلى حد كبير، بأن
رئيس الجمهورية الذي يتمتع بشعبية، جاء للسلطة بشعبية واسعة ربما غير مسبوقة في تاريخ البلاد على وجه الإطلاق، يحاول الآن أن يستفيد من هذه الشعبية، أن يستفيد من السنوات التي حملت شعار مكافحة الفساد ومكافحة المفسدين ماليا وسياسيا في البلد وما إلى هنالك، جحافل الذين هم في السجون من سياسيين ومن رجال أعمال ومن موجودين ومدونين وصحفيين وما إلى هنالك، هذه كله في السجل متاع رئيس الجمهورية، هو يعتبرها مسألة إيجابية في إطار محاربة الفساد عموما، والبعض المنتقدين يعتبرونها جزءا من هرسلة للمجتمع المدني والمشهد السياسي ونوع من ربما تجريف الوضع السياسي التونسي الذي كان قبل 10 سنوات. هذان رأياني يعني مقبولان في تقديري في المعركة الانتخابية، ويفترض أن يقع حولها نقاش الآن في المؤسسات الإعلامية التونسية. نعم. لكن اعتقادي أنه اليوم فعلا عندما تلاحظ أن رئيس الجمهورية يتحدث الآن أكثر من أي وقت مضى عن قضية الماء ويتنقل في بعض الجهات من أجل التحسيس بهذا الموضوع، عندما يتنقل هنا وهناك مثلا للحديث عن مواضيع أخرى ذات علاقة بالمواطنين التونسيين وحياتهم ومعيشتهم الآن، يعني كل الناس عندما يشاهدون ذلك وتشوف أجهزة الدولة خلفه بطريقة غريبة وعجيبة وقنوات وتغطيات صحفية في القناة الرسمية والقناة العمومية يعني خاصة جدا له، طبعا هذا كله يطرح تساؤلا كبيرا إلى أي مدى يمكن أن نميز بين هذه يعني التنقلات لرئيس الجمهورية كرئيس للجمهورية أم كمرشح لرئاسة الجمهورية. هذا سؤال مهم أن يطرح لكي نفهم في نهاية الأمر، ولكن لم يحدث سابقا أن رئيس الجمهورية فوض صلاحيته لأي طرف آخر. اعتقادي أنه بوجود نقاش في هذا الموضوع، اعتقادي بوجود تفاعل من داخل المحيط السياسي والمحيط الاجتماعي والمنظمات المجتمع المدني والمنظمات المراقبة للانتخابات، سننتهي إلى سيناريو في هذا المجال. لكن هذا بالنسبة لبعض الأطراف المرشحين خاصة، وخاصة البعض الذي يواجه كما يقولون بعض التضييقات، يعني يطرح أكثر من تساؤل على الأقل. جيد. وعلى الجهات المعنية برئيس الجمهورية أن توضح هذه الصورة. نعم. هل نحن في مجال الحديث عن تنقلات انتخابية أم هي تنقلات تدخل في سياق الحديث عن معناها مسؤولية رئيس الجمهورية ويعني الأجندة التي بناها لنفسه خلال هذه المرحلة الرئاسية. حتى هذه التنقلات بصفة رئيس الجمهورية لازم أن يكون لها وقت تتوقف فيه حتى يشرع هو في الحملة الانتخابية بصفته مترشحا وليس رئيسا للجمهورية. أستاذ نجيب، البيان هذا متاع الـ11 مترشح دعا الجيش لضمان عدم التلاعب بنتائج الصندوق، ما رأيك في دعوة الجيش إلى التدخل في الشأن السياسي وضمان؟ هناك هيئة تسمى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، طبعا الآن صار كثير من نقاط الاستفهام بشأن هذه الهيئة، لكن الدعوة في حد ذاتها للجيش وإثر عملية 25 جويلة وإجراءات 25 جويلية 2021، قال كثير من النشطاء الذين وصفوا ما حصل بالانقلاب، قالوا أن المؤسسة العسكرية دعمت الرئيس قيس سعيد في هذه الإجراءات، بمعنى آخر أنها مع الرئيس، وزيد الدستور يعطيه صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة. فهل يمكن فعلا أن يكون الجيش للجيش، أن يكون للجيش دور في ضمان نزاهة هذه الانتخابات، في حيادية هذه الانتخابات وعدم التلاعب بصناديق الاقتراع برأيك، أم أن هذا مطلب خارج حتى ربما الإطار الدستوري قد يقول البعض؟ هو الملاحظة الهامة هو أنه منذ الثورة ومنذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لاحظنا دور فاعل للمؤسسة العسكرية في ضمان معناتها شفافية ونزاهة هذه الانتخابات، 6 أو 7 انتخابات ونقل معناتها الصناديق الاقتراع من مراكز الاقتراع إلى تجميعها في مكان معين ثم عملية الفرز إلى آخره، هذه لاحظناها معناتها ما كانت ملاحظة بارزة وفارقة، ولكن معناتها من يضمن أنه في الانتخابات القادمة هل ستتواصل ساعة الشيء هذا، أنه معناتها الجيش هو اللي يحمل صناديق الاقتراع ويأمنها في الأماكن بتاعها؟ ولكن أنا ما أخشاه هو بالنسبة للمراقبين، باعتبار أنه إذا كان الضغوطات الحالية
النفسية والسياسية والإعلامية والقانونية اللي هي مسلطة على المترشحين، ربما لن يجد هؤلاء العدد الكافي من المراقبين في مراكز الاقتراع، وبالتالي ضمان شفافية ونزاهة هذه الانتخابات. الجيش هو سيقوم بدوره كما أعتقد كما الانتخابات السابقة، ولكن النقطة المحورية والمسألة المحورية هو وجود مراقبين يتابعون العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها إلى لحظة إعلان النتائج. هذه النقطة المهمة. وربما إذا كان مع المترشحين، وخاصة نقصد أن المترشحين الجديين ما لقاوش العدد الكافي من المراقبين في آلاف مراكز الاقتراع، فهذا ربما يطرح نقطة استفهام، وقد تكون هناك تشوب هذه الانتخابات شائبة وتفقد حتى المصداقية متاعها. فبالنسبة للجيش دوره كان جيد معناته منذ 2011 إلى آخر انتخابات في 2019، وأنا أتمنى أن يواصل هذا الدور في يوم 6 أكتوبر 2024. نعم أستاذ أحمد الكحلاوي، ما رأيك في هذه الدعوة، دعوة الجيش إلى ضمان عدم التلاعب بهذه النتائج؟ ما دخل الجيش هنا يعني؟ أولا عندك الحق، يدخل الجيش في عملية تاع انتخابات رئاسية، مع العلم أن الجيش موجود، جيش يعني أمن للانتخابات هو بين الجيش التونسي. كل ما هو يتعلق بنتائج الانتخابات، وثائق الانتخابات إلى آخره، الكلها عند الجيش. إذن شنو يحبوا الناس يطلبوا من الجيش باش يدخل؟ هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية تقولوا قيس السعيد يعمل تفويض لغيره وعلى مهامه، بأي حق هذا؟ رئيس جمهورية مطلوب أنه يعمل ليل النهار المنادي الوطن، وبعد تقول تم انتخابات برك الدار. معقول الكلام هذا؟ مش معقول. أنا عمري ما سمعت، ما فهمتش أنا المرة هذه برك عنا لجنة انتخابات لا برك جيبوا الجيش. راه الجيش موجود. يعني هالأشياء التي تقال بصفة عامة، الواش ما معناها تفويض رئيس الجمهورية فوق مهامه الرئيس الحكومة؟ علاش علاش ما تحبوش الرئيس يخدم؟ لا، هو أستاذ أحمد المقصود به أنه مقصود به ضمان تكافؤ الفرص، وضمان عدم توظيف أجهزة الدولة في حملة انتخابية للرئيس قيس سعيد على حساب الآخرين، هذا المقصود يعني. يا أخي الناس ترشحت ويعرفوا ثم مرشح اسمه قيس سعيد، وعنده حظوظ كبيرة القيس سعيد، تحبوا لا ايش تعملوا؟ تفوت تقولوا روسك تقولوا نحبوا؟ ما نتكلمش في تلك يا سمير، نتكلم بصفة عامة. الناس اللي قدموا هذه المطالب عيب، هذا الانتخابات عيب باش تصير، وعندنا هيئة انتخابات، وعندنا جيش يراقب ويحرص على الوثائق إلى آخره، وما نعملوش منها مشكلة هذه الانتخابات هذه. علاش نلغموا في الجو من الآن؟ الجو لن ينجحوا في تلغيم الجو، والانتخابات سوف تتم، والمرشحين باش يكونوا موجودين، والتنافس باش يكون موجود، واللي باش يختاروا الشعب مرحبا به، ومعروف أن الشعب باش يختار قيس سعيد. طيب صلاة عطية، فيما يتعلق بالجدل القائم الآن بشأن هيئة الانتخابات، البعض وصفها بأنها لم تعد مستقلة وأنها صارت تابعة لرئيس الدولة، وأمثلة طبعا ذكروها، منها أنه تاريخ الإعلان عن 6 أكتوبر لم يتم عن طريق الهيئة بل تم عن طريق بيان رئاسي وما شابه، وبالتالي يسألون عن مدى الثقة في هذه الهيئة. السمير قاعد يتقطع الصوت، ما سمعتكش بشكل جيد. أسألك عن الجدل الدائر بشأن هيئة الانتخابات. هيئة الانتخابات، إذا سمعتني صالح. صالح هل تسمعني؟ توليت نسمع فيك على خاطر كان يتقطع الصوت. نعم، سألتك عن الهيئة، أي عن الجدل الدائر بشأن الهيئة، وهناك حديث بأنه ليست هناك نفس الثقة في الهيئة التي كانت في السابق، ما رأيك في هذا الكلام؟
لا هو مش رأيي أنا فقط، يعني هو رأيي أنا يكون بسيط لأنه أنا متابع فقط، لكن رأي المنظمات المعنية بالعملية الانتخابية عتيد أيضا أنا يقظ، خرجوا تقريبا بينهم الاثنين بين 4 إلى 5 تقارير معناها موسعة جدا، وتعرضوا فيها إلى تفاصيل العملية الانتخابية والشروط وعملية التزكية وما يجري في عملية التزكية، وطالبوا الهيئة بالاستقلالية الحقيقية واتهموها حتى بكونها غير مستقلة وبالتالي لا يمكن تأمين الانتخابات وجعلها نزيهة في ظل هذه الهيئة، وانتقدوها بشدة في هذا المجال، وهذا ينسحب على عديد المرشحين في الحقيقة الذين نبهوا إلى هذا الموضوع. أنا في تقديري هذا جدل، هذا جزء من الجدل حول الانتخابات، يعني هذا مهم. الهيئة تعودنا عليها أن تكون هيئة مستقلة، وهيئة لعبت دورا مهما خاصة في نجاح الانتخابات المواعيد الانتخابية السابقة بصرف النظر شكون من صعد ومن هزم، من كان عنده 50% واللي كان عنده 0%. بقطع النظر على هذه التوصيفات وعلى هذه الأرقام، أنا أتحدث اليوم عن نتائج. النتائج اليوم تقول بأنه الناس اليوم يعني المنظمات المعنية بالانتخابات، بعض السياسيين المرشحين، بعض الأحزاب تتحدث عن أن هذه الهيئة لا تتمتع بالاستقلال الكافية، وهي ظل من ظلال رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية خاصة بصورة عامة حتى بعد رئيس الجمهورية على الموضوع هذا، وبالتالي يعني يصعب جدا أنك تقول فما انتخابات معناها ستجري بصفة شفافة وفيها نزاهة. لكن أنا نقول الوقت مازال هذا الكلام اللي قاعد يتقال إلى حد الآن، أنا نقول الوقت مازال، حملة الانتخابية لم تقع، إغلاق باب الترشحات لم يحصل إلى حد الآن، ما زالت الناس تتقدم، ما زالت التزكية تتعمل، هذا الكل في صالح الهيئة أن تصلح بعض الأخطاء إن كان هنالك أخطاء حسب ما يقول المنتقدين من المنظمات المعنية وبعض السياسيين، وعليها أن توضح بعض الصور، بعض المعطيات، نعم. بعض ما يتردد حولها، نعم. من أجل إعطاء صورة ناصعة على هذه الانتخابات بقطع نظر من يصعد في هذه الانتخابات. واو. شخصيا يهمني يقع تغيير في البلاد، نعم، ولكن بصندوق الاقتراع. واو. بخارج صندوق الاقتراع. طيب. لا يمكن أن يحصل هذا مطلقا، وهذا يجب أن تفق عليه ناس كل صندوق الاقتراع الذي أعتقد أن المؤسسة العسكرية ستراقبه وستحصنه من أي تزييف وستكون رقيبة عليه مثل ما كان في المواعيد السابقة، هذا مهم لتونس في تقديري. نعم. أن تكون، نعم. هنا مؤسسة عسكرية محايدة من أجل إنجاح هذه المحطة الانتخابية بصرف النظر عن طيب. كوننا واضح الفكرة متحمسين ولا متحمسين، هذا موضوعنا. نعم. نجيب مراد، البيان بتاع الأحداث المترشح توجه كذلك برسالة إلى هيئة الانتخابات وحملها مسؤولية ما سماه تعقيد الإجراءات والشروط بما يخالف النصوص النافذة والقانون الانتخابي، يعني 11 مترشحا يتهمون هيئة الانتخابات بأنها تخالف نصوص القانون الانتخابي. هل ما زال هناك فعلا ثقة في هذه الهيئة؟ ما الذي يجب أن تقوم به فعلا من أجل أن تبقي على تلك الاستقلالية؟ هو الملاحظة، فما ملاحظة مهمة لابد من الإشارة إليها، هو أن قبل الثورة، ثورة الحرية والكرامة، كان الإشراف على الانتخابات، أي انتخابات بلدية أو تشريعية ورئاسية، تقوم به وزارة الداخلية، ونعرف وزارة الداخلية ماذا كانت تفعل من تزييف الانتخابات ومعناتها عدم الشفافية، معناتها النتائج اللي كانت تحصل. نعم. وتعتبر هيئة انتخابات مكسب من مكاسب الثورة. فالبيان الذي أشرت إليه أستاذ سمير هو يعبر عن قلق المترشحين، هذوما أعتقد أنه اللي وقعوا على البيان هما أكثر المترشحين جدية في هذه الانتخابات، باعتبار أنه هناك ترشحات أخرى كما بعض الفنانين، معناتها بعض الترشحات كانت تكون هزلية معناتها وليس لها معنى معناتها بالنسبة للانتخابات القادمة. فهذا يعبر عن قلق، وربما هم لم يفصحوا عن تفاصيل هذا القلق اللي يخليهم ربما لا يثقون في النتائج التي ستحصل إن تم التواصل معناتها هذه الممارسات لهيئة الانتخابات هذه، وأشاروا إلى خرق معناتها القانون الانتخابي، هذا معناتها ربما يكون سبب أنه معناتها النتائج ما تكونش كما ينتظرها الناخب التونسي وكما تنتظرها الأحزاب كما ينتظرها المترشحين. جاي. هذا قلق، مش الواقع
ولا بد من هذه الهيئة الانتخابات أن ترد. أنا أعتقد أن البيان هذا مهم جدا، ولا بد أن ترد الهيئة على كل النقاط اللي فيها احترازات تخص الهيئة الانتخابات بالذات. سيد أحمد، لماذا كثرت الملاحظات بشأن هيئة الانتخابات؟ ليست الملاحظة الأولى وليس التنديد الأول ببعض ممارسات كما يقول المترشحون ممارسات الهيئة، يتهمها الكثير بتعقيد الإجراءات وكذلك بأنها تخالف القانون الانتخابي. لماذا كثرت الفترة الأخيرة هذه الملاحظات بشأن الهيئة المستقلة للانتخابات؟ أنا أعتقد مثل هذه الممارسات اللي ذكرتها أخوي سمير، الهدف منها هو يعني ما يسبق نتائج الانتخابات، يعني بالدرجة متاعنا تونسي. أنا شاكك فيك يا لجنة وهيئة انتخابات، مهما كنت هذاك يعني بالمسبق. وبعد ما نرى شنو ولا نعمل. أنا من رأيي يا أستاذ سمير أنه خلينا أخويا نمشيو نتركوا عمليات الإرباك والتشكيك إلى آخره، ونمشيو إلى انتخابات سوف تكون 100% شفافة وسوف يقبل بها التونسيون. يا أخي أحنا التوانسة نقصوا من هالمشاكل هذه، نقصوا من هالتشكيك هذا، هذا يراه مضر بأمنا ومضر بسمعتنا أمام شعوب العالم إلى آخره. فأنا مانيش مع أنه الهيئة يعني يشكروا فيها الناس. علاش؟ لأنها قالت الانتخابات ما تجاوزتش 1000 مشارك في الانتخابات. الناس يصفوا الهيئة وقتها. أشبههم توا بطلوا ودات الهيئة ما تطلعش، وبين قوسين مش الهيئة اللي قالت بطاقة عدد 3 راهو عندها شروط الحصول عليها. هذا قانون البلاد اللي موجود في معركة. ولذا لنترك يا أخي هذا التشكيك وهذا التوتير إلى آخره، خلينا نكملوا الشهر هذا صعب بس خانة هذه باش تهدى الدنيا شوية ونمشي ونقوموا بالانتخابات. طيب، ونجحوا إن شاء الله بالانتخابات. أستاذ أحمد، هل لديك أمل في أن يقع تغيير ما بعد هذه الانتخابات؟ نعم سوف يقع. فهمتك شنو اللي كنت تقول. ما في اي اتجاه؟ عرفت نجاوب. شوف يعني هذا تقريبا وراء الكلام هذا هو ان الرئيس يخدم وحده، وخاصه ان الاحزاب ما عادش موجوده والمنظمات ما عادش موجوده وكل شيء تقريبا ما عادش موجود، لكن الشعب التونسي موجود. والشعب التونسي من بين قوسين راه يقول كلمته، معروف يقول كلمته. ثم السيد الرئيس مطلوب منه أن ينفتح على المجال السياسي بشكل آخر. أنا نتوقع وإن شاء الله يكون متوقع في محله أن السيد الرئيس بعد الانتخابات سوف يتوخى منهجا جديدا ومختلفا من أجل بناء ما سماه بتونس الجديدة إن شاء الله، لأنه كانت هناك فرصة قوية وكبيرة في 2021-25 جويلية، لكن الرئيس ضيعها. إن شاء الله يتدارك الآن بعد تجديد الثقة كما تقول أنت فيه، إن شاء الله يتدارك مثل هذه الأخطاء اللي أنتم الذين تدافعون عن مشروعه أنتم نفسكم مؤمنون بها وتدعونه إلى فعلا إلى الاستعانة بطاقات البلاد السياسية والفكرية. أستاذ صالح، هل لديك أمل في أن يحصل تغيير ما في بعد هذه الانتخابات حتى لو بقي الرئيس قيس سعيد نفسه؟ لا، هو عموما سواء كان بقي السيد قيس سعيد او لم يبقى، البلاد تحتاج الى تغيير. البلاد في مستويات مختلفه، لا اعتقد انه سي احمد الكحلاوي يخالفني في هذا، في كل المناحي بتاع الحياه الاقتصاديه السياسيه الاجتماعيه الثقافيه الاداريه الى اخره، تحتاج الى ثوره عميقه. قد نكون ضيعنا 10 سنوات كاملة ونحن قاعدين نتأكلوا سياسيا هنا في تونس، ورأينا السلطة على أنها مواقع فقط، ورأينا السلطة على أنها غنيمة ومعنى هي في كل أحوال غنيمة. رأينا أيضا ما حرصناش أن ننجز بعض الأشياء المهمة واللي كان يحتاجها المواطن التونسي إلى خير. لذلك نحن نلاحظ اليوم العزوف اللي تكلمت عليه هنا قبيلة سي سمير هو ناتج في الحقيقة عن عشرية
كاملة، أنا ما نسميهاش عثرية سوداء، لأنه شفنا فيها كل مظاهر الديمقراطية بأشكال مختلفة الباهي والخير، ولكن وعملنا فيها برشة تجارب وعملنا تشاركيات مختلفة في قوانين وفي دستور وفي وفي وفي، ولكن أنا أقول في العشر سنوات هذه لم نشتغل على ما هو اجتماعي اقتصادي بالأساس. هل رئيس الجمهورية في السنوات الثلاث الماضية اشتغل على هذا الموضوع؟ إلى حد الآن لا وجود لنتائج الحقيقة يعني، وهو نفسه يقول ولكن نحتاج اليوم هذه الانتخابات ينبغي أن تعطينا مؤشرات. الرجل الذي سيكون في قصر قرطاج عليه أن يقنع التوانسة بأن لديهم مشروعا من أجل تغيير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلد. في كلمة أستاذ نجيب، هل لديك أمل أن يتغير شيء؟ بالنسبة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أنا متشائم جدا، ويؤكد هذا التقارير الدولية المحايدة التي تؤكد أنه الوضع الاجتماعي والاقتصادي متدهور، ونسبة النمو ضعيفة في حدود 0.2%، ونسبة البطالة في ارتفاع، وغلاء المعيشة والتضخم. هذا فيما يخص الجانب الاقتصادي والاجتماعي. بالنسبة للجانب السياسي، كلنا نعرف أن السياسة ما هوش علم دقيق، بالتالي كل الاحتمالات واردة، وربما الأمل ضعيف شوية، ضعيف في أنه تحدث تغييرات جوهرية. ربما الواقع الإقليمي والدولي قد يؤثر في معناتها الواقع التونسي باعتبار طوفان الأقصى وانتخابات الأمريكية القادمة، ولكن معناتها الأمل ضعيف. السياسة قابلة لكل الاحتمالات، ونحن نرجو أن تتحسن الأوضاع. شكرا جزيلا لك أستاذ نجيب مراد، عضو المجلس الوطني التأسيسي، الأستاذ صالح عطية الكاتب الصحفي ومدير موقع الرأي الجديد، والأستاذ أحمد الكحلاوي الناشط النقابي والسياسي، كنتم معي من تونس. شكرا جزيلا لكم، والشكر لكم أنتم مشاهدين على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.